ترن 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 ترن. علي كفال، لك لقيت فكرة نصالح بيها نسواننا. انطيني هاي علي كفال، انطيني أشود، انطيني انطيني خلق فل هذه هم. تمام، هسه الزم المفتاح. سنان عيني، ليش قفلنا نفسنا هنا؟ كان شدينا نفسنا قدام باب بيتنا، ليش هنا؟ لك علي كفال، بس افهمني، هاي الطريقة مو بس تأثر على نسواننا، هاي راح تأثر بالعالم كله، راح تصير عندنا بصمة مجتمعية رائعة. ايه هيك تمام، بقى كلهم تكوموا. شفت؟ مو قلت لك راح ننشهر، راح نطوش. انطيني، شو؟ انطيني النشرات، جيب جيب. افتحن افتحن زين. ايه بس اخوي سنان، هسه اللي دا نسويه نارين وحنين، شلون راح يشوفونه؟ انت ما عليك لا تتعب نفسك علي كفال، انا خابرت على كم مكان ومنطيتهم خبر. بعبع اللي جايين باويع باويع. لا شفتهم. اويلي اجوا المصورين على حظنا، ايش قد حلو. يعني هسه من نطلع بالتلفزيون نارين وحنين راح يشوفونه، راح يشوفونه. لك علي كفال انت ايش قد غبي الخاطر، الله لك ايش جاب الحظ بالنص؟ لك ذولا انا خابرت عليهم، انا انطيت خبر لكل القنوات، غبي. يعني انت هم ادبتي علي كمال مو نارين؟ والله كسرت الصبار براسي. عفي عليكم بنات، افتخر بيكم اني، اذا ما تنطون درس لهيج رياجيل راح يتمادون اكثر. ايه بس ايش راح يصير بهالحاله؟ هيج يعني ابد ما راح تسامحون رياجيلكم؟ ابد. باعي اكتب لك هنا هالشغله خلصت ولهنا. اني حميد مستحيل يسوي هيج شيء، بس اذا سوى اخليه قدام الباب. الله ايش كم مره سمعنا من هالحكي، الخاطر الله دائما تقولون هيج وبعدين تسامحوهم. ماكو هيك شي بنتي، خلي بنتي تسامحها، أنا ما سامحها أبد. ماما ايش قاعد تحكيني، تجدد خربطين. باعي اكتب لك هنا ها هاي راح يصير بها طلاق. أعزائي المشاهدين، هناك مشاهد غريبة في الشوارع هذه الفترة. هناك رجلان قاما بربط أنفسهما في الشارع محاولين إرضاء زوجاتهم. باعي هذول شوفوا شلون اكو رياجل يموتون على نسوانهم، بس احنا حظنا مصخم ما ادري ايش بينا، ما عدنا حظ ابد. اخ احنا لعنا طلعوا ما بيهم خير. فاشوش كلش صار عندي فضول والله، منو هذولا؟ بعد قليل سوف نعرض عليكم مشاهد مباشره لهذان الرجلان العاشقان. اوه هاي الفكره كانت فكرتي، منو هذولا طلعوا يفكرون نفسي؟ ايه والله الله 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 الله، سخافه هاي ترى سخافه، شنو هالاغبياء؟ ما دام هيك صار يعني اخذ الطبر وافوت على البيت واثرمهم وثرم واطلع وخلاص. ام نعمان هي غير كل واحد له طريقه بالحب. يا معودين صار عندي فضول اعرف منو هذولا. منو يعني؟ اكيد اثنين ثولان يحبون المظاهر والفيكات. اعزائي المشاهدين الان معنا مشاهد رومانسيه لهذان الرجلان العاشقان. يلا طلعوا خلينا نشوف. الان معكم من ارض الحدث مباشره. سنان هذا يا هذا علي كمال. يعني هذول العاشقين طلعوا رياجيلكم. اي فدوه ايش قد رومانسيين. هاي شنو هاي؟ هاي منو ذولي؟ عمو دا تشوف صحيح؟ واحد سنان وواحد علي كمال. هذول الاغبياء مالتنا. اي والله هم والله بهاقوا فكرتي ذولا، ما يصير عيب عليهم. احنا هنا حتى نحيي الرومانسيه، احنا هنا من اجل الحب وعدم تفرقه العوائل، احنا نموت على نسواننا، احنا ما نقدر نعوف نسواننا ابد. ايه اني هم مثل ما قال سنان اخويا بالضبط. نارين احبك هوايه. حسيت بشعور غريب والله. ايش صار بنات؟ اشوف فجاه صرتوا مثل الجلي. الله الله شنو يعني شادين نفسهم بزناجيل والكلاب هم يشدوها بزناجيل، وهم حالهم حال الكلاب رياجيلكم نفس الشيء من صنف. لا عيني احنا بس هيك يعني عادي. اي صح، انتوا بس عرفتوا هذول العاشقين طلعوا رياجيلكم تغيرتوا ذبتوا بمكانكم. لا عيني الهسه ما تغير شي واني ما سامع. اي عفية عليكم، وحتى التلفزيون انطفوا. اي لا 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 خالة ترى هذول ذابوا من زمان. شنو هاي خالة حنين؟ قبل شوية مو قلت اكتب هنا ما اسامحه واكتب هنا اطلقه، والهسه موجودة الكتابة مالتك هياتها هنا. لا عيني بس فضول. زين ايش قد راح تطولون هنا؟ اعتقد منا العشر دقائق نساوينا راح يسامحونه. احنا راح نبقى هنا معتصمين الى ان يسامحونا نسواننا، يعني اذا ما سامحونا راح نبقى هنا للموت.
نموت هنا. قال للموت. راح نظل